دلوقتي اتفضل. القصه دي مهمه جدا وهرجع مع حضرتك فيها، ولكن خلينا ناخد كابتن اسماعيل يوسف لان عندهم اعتقد مباراه او اجتماع. خلينا ناخد كابتن اسماعيل يوسف ونتعرف منه ونطمن منه على فرقه نادي الزمالك وما يحدث في الفتره الحاليه. والحقيقه يعني انا دايما بشيد بكابتن اسماعيل يوسف هنا وعمله الاداري والتنظيمي لتهيئه الاجواء لفيريرا في الفتره اللي فاتت ومع اللاعبين، والمشوار الحقيقه اللي اتحقق بشكل كبير جدا منه نسبه كبيره جدا لتحقيق الدوري والاستقرار الاداري والفني داخل الجهاز الفني. بيرجع دايما لمدير الكره اللي بينظم وينسق ويبقى حاله الوصل بين الجهاز الفني والمسؤولين في نادي الانديه عموما بشكل عام. كابتن اسماعيل مساء الخير. مساء الخير، ازيك اشرف؟ ازي حضرتك يا كابتن؟ عامل ايه؟ ربنا يخليك على المقدمه الجميله دي. لا يا كابتن، ده حقك كابتن. اهلا بيك يا كابتن، الله يكرمك. ربنا يخليك كابتن. ازي حضرتك في البدايه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله ربنا. ربنا يخليك. يعني كابتن اسماعيل عايز حضرتك في البدايه تطمنا كده على الفرقه، وفي البدايه خليني يعني اتقدم بواجب العزاء لباسم مرسي بصفه حضرتك طبعا يعني اب لكل اللاعبين واخ كبير ليهم يعني. ان الله وانا لا يرجعون. يعني هو يمكن النهارده عندنا مباراه اشرف قدام عظم من غزل دمياط شغاله دلوقتي. انت عارف حضرتك انت 8 لعيبه في كانوا في حاليا في المنتخب الاول، وفي 3 لعيبه في المنتخب العسكري، وفي احمد سمير في المنتخب الاولمبي، وفي كوفي في منتخب بوركينا، ومعروف مش موجود في نيجيريا. فاحنا بنشتغل ناقصين حوالي 14 لعيب، لكن التمرينات متركزه على المجموعه اللي موجوده. يمكن مستر فيريرا اصر ان يعمل مباراه وديه عشان يجهز مجموعه اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب في الفتره اللي فاتت، والحمد لله يعني عاملين مباراه كويسه وظاهرين مظهر يعني كويس. كل اللعيبه عايزه تشارك في الفتره وكله بيجهز يا كابتن. يعني مهمه جدا. طبعا بتجهز لاعبين تاني، يعني دي حاجه مهمه جدا يبقى عند حضرتك، وده اللي افاد نادي الزمالك للموسم ده كابتن، ان في مجموعه كتيره جدا او كبيره جدا جاهزه. يعني دي حقيقه اشرف، ان كل 3 ايام مباراه دي محتاجه طبعا تكون الدكه عندك تقيله ويبقى في لعيبه كتير، وده اللي يعني الحاجه اللي عملها مجلس الاداره في بدايه الموسم ومستشار مرتضى، ان هو يعني جاب كم لعيبه ووفر القماشه اللازمه ان احنا ننافس على بطوله الدوري ان شاء الله. طيب كابتن اسماعيل، يعني انا عايز رؤيه حضرتك الفتره اللي جايه، معلش انا هطول على حضرتك دقيقتين ثلاثه بس عايزين طبعا. عايزين طبعا. عايزين يعني نوضح الامور للناس كلها بما فيها انه علاقه حضرتك بمستر فريرا، وشايف انه ممكن يبقى الفتره اللي جايه من خلال علاقتك بيه، وشايف انه هو مرتاح في مصر لانه اعتقد انه ليه رؤيه معينه في انه هيعتزل او هيروح زي ما بتقول بعض الاخبار عنده عقد من الكويت بمبلغ مادي اكبر، فحضرتك الاقدر انك توضح لنا الامور دي. اشمعنى الكويت يعني؟ يعني دي بعض المواقع كانت نادي الزمالك الان ممكن الامارات. لا هو الحقيقه ان مستر فيريرا من المديرين الفنيين الكبار اللي هم للكره المصريه، واحنا يعني الفتره اللي احنا اشتغلنا فيها راجل منظم، راجل محترم، عادل، شغل الفني على ارقى مستوى. هو يعني مرتاح نفسيا في الفتره دي ان هو متواجد في مصر، اسرته كلها موجوده، يعني موجوده حتى موجوده النهارده في المدرجات بيتفرجوا على المباراه الوديه. تمام. الامور بالنسبه له طبعا في منتهى الجمال بالنسبه له، هو عايز يكمل، بس هو اصر ان هو يبقى بعد يعني يعمل عقده لغايه لما ينتهي. هو مدد شهر كمان يا كابتن ولا؟ مدد شهر كمان. وده هو كان طلب الاداره وطلبه، يعني طلبه وقال لك لا بعد الدوري نبقى نقعد مع بعض، لكن ما عندوش مشكله في ان هو يبقى. يعني حضرتك شايف انه ممكن يكمل، يعني عنده استعداد كلام حضرتك انه ممكن يكمل من خلال يعني قعدنا معاه، من خلال كلامي معاه انا شايف ان هو ممكن يبقى. طيب. الظروف اللي جايه بقى هو يعني ان شاء الله ربنا يسهل، يعني كل مباريات الدوري عندنا 9 مباريات مهمين جدا جايين. بعد نهايه الدوري هيحدد بقى مع الاداره ايه اللي هيحصل. طيب كابتن اسماعيل، هو مش طبيعي ان انا اسال حضرتك السؤال ده بما انه يعني مستر فيريرا على كلام حضرتك ممكن يبقى، ولكن حقيقه الخلاف مع احمد حسام ميدو، وانا عايز حضرتك توضح النقطه دي لان فيها كلام كتير جدا يا كابتن. لا انه يعني انه في يعني من الموسم الماضي او واحد مزاجه صحفي حبيبنا انا عارفه طبعا، وبليغ حبيبي عارفه بليغ ابو عيد حاجه معينه
يعني لا يعني ما فيش وجه مقارنة أصلا. أنا شغلي إداري شغل فني، ميلو كان لعيب وأنا مدرب وأنا مدير فني، يعني إيه وجه الخلاف؟ يعني ما فيش مشكلة حصلت يا كابتن وإحنا لا، ما أنا حد عايز أعرف، أنا ما أنا مش عارف، أنا لحد دلوقتي مش عارف. يعني كل مداخلة أو كل مثلا ابقى في مكان السؤال ده يتسال، ما يعني مهم جدا ان حضرتك تقول في كابتن لان المصدر مهم يا كابتن. اتفضل. الموضوع اصل شريفه مش عايزه، اصل واحد بيضرب بيضرب حاجه ويمشي وراها بقى، يفضل السؤال ده يلف يلف طيب لغايه لما يقع لوحده ما حدش بيقى. يعني مهم طبعا طبعا يا كابتن، حبيبي واخويا الصغير ومفيش مشكله معاه في اي حاجه. طيب كابتن اسماعيل، يعني بخبرتك كبيره جدا جدا كلاعب وحضرتك رمز من رموزنا في كره القدم طبعا، وخبرتك كمدير فني ودلوقتي في العمل الاداري، اعتقد انه عند حضرتك رؤيه لنادي الزمالك الموسم القادم. يعني بعض اللاعبين هيرحلوا كتير عن مجموعه يعني مش قليله، اذا كان ايمن حفني، حازم امام، عمر جابر، عبد الشافي، مجموعه كبيره فرقت بشكل كبير الموسم ده، طبعا يمكن باستثناء عبد الشافي، ولكن فرقت بشكل كبير مع نادي الزمالك. حضرتك شايف ولا متاكد منه 10 عبد الشافي خلاص خلاص تمام دي الحقيقه. انما كل ما يكتب ويقال عن مجموعه 20 جايين و17 هيمشي، الكلام ده غير صحيح تماما، لان احنا لينا يعني استراتيجيه في الشغل كنادي في اماكن معينه، ومطلوب تقرير فني هيقدم بعد نهايه الدوري بالاحتياجات بتاعتنا وبالاماكن اللي ممكن تسد الثغرات لو حد مشي، يعني دعم فيها. لكن نادي الزمالك عنده فرقه وفرقه قويه جدا، ونادي الزمالك عمل فرقه من السنه اللي فاتت بانضمام 17 لعيب على اعلى مستوى، رقم كبير جدا. بعض الاماكن اللي احنا محتاجين فيها نقص هندعمها، في بعض الاماكن اللعيبه المميزه هندعم الاماكن فيها، بس الملف كله عند المستشار المرتضى، والملف كله بعد نهايه الموسم ما يكتب او ينشر اجتهادات شخصيه. لكن الحقيقه ان احنا ضمينا اللعيبه محمد ابراهيم ومحمد علي الجمعه، دول رسمي بالنسبه لنادي الزمالك. ومحمد جمال يا كابتن كانت قال انه خلاص محمد جمال تقريبا في يعني خلاص يعني موجود معانا، انما غير كده لا مفيش صفقات، وهيعلن عنها بعد التقرير ومش بالاعداد اللي بتكتب. ايمن معلش، هو الكابتن اسماعيل بص يا كابتن، يعني مش نقدر ولا حاجه، بس انت حضرتك شغال تقول التقارير الاعلاميه هو اكتر منه كان تصريحات لرئيس النادي، سواء ال 17 لاعب ان هم اللي جايين، او ان هو جاي له العرض المدرب فيريرا، يعني عرض كويتي. فهو كان الكلام ده، انا بحترم وجهه نظرك، انت راجل كمسؤول طبعا فريقك دلوقتي، والاهم عندك انت الاستقرار والتسع مباريات اللي جايين التركيز فيها، وانا عارف انت ومجلس الاداره ثقتوا فيك ان تكلفك انت اللي هتبقى مسؤول حتى على تقديم التقرير للجنه الفنيه. فجل انا بحترم وجهه نظرك دي في نهايه الموسم في مع اللجنه الفنيه، لكن انا بقول في حته، يعني الحمد لله الفريق اللي اهم حاجه في نادي الزمالك انه حصل استقرار، حتى لو حصل فيه تغيير، يعني الزمالك اكتر من جهاز فني تم تغييره وما حصلش فيه اي هزه، فالحمد لله في استقرار، والناس عندها قناعه دلوقتي، ما بيش يعني ايه فيريرا فارق قوي مع الناس، يعني محترمنا ليه الدور الفني، بس الناس حاسه انه في استقرار اكتر من مدير فني اتغير، لكن هو في كيان مستقر في جهاز اداري محترم بجد الكابتن اسماعيل، في استقرار اداري مع كل الاحترام لمجلس الاداره اختلفنا او اتفقنا معاه، لكن حقق استقرار كبير في. فدلوقتي حتى لو في حصل تغيير وتولى ميدو المسؤوليه، فما بقتش تقل الجمهور حته تغيير الاجهزه الفنيه، لانه في فعلا استقرار وفي المجموعه من اللعيبه الناس عندها ثقه انها اي تقدر تطور امكانياتها مع اي مدرسه في التدريب الفتره اللي جايه. وده حقيقي. صح يا بليغ، انت قلت نقطه مهمه جدا طبعا، ومش اي حد ياخد باله، احنا يعني توالى على نادي الزمالك حوالي 4 مدير فنيين. والحمد لله الحمد لله. ودي على عكس الطبيعه يا كابتن اسماعيل، انه دايما لما بيحصل تغييرات بنقول دايما بيحصل. ما هو بليغ كلامه، انا يعني باكد عليه ان ده كلام مظبوط، حتى حوالين المدير الفني في استقرار، يعني ما فيش تغييرات كتير، فاللي بيجي مدير فني مثلا او معاه مساعد او معاه في مساعدين على الاستقرار الموجود على بقيه الجهات الموجود على طبعا ده اللي عمل الدعم اللي موجود من مجلس الاداره ورئيس النادي. انا باكد على كلامك، انما في جزئيه برضه بليغ ان انا بتكلم فيها ايه، ان مش العدد ده، يعني احنا احتياجات الفرقه مش كل ده يا كابتن. يعني احتياجات احنا ناخد احتياجاتنا بس، القصد يعني ان احنا احتياجاتنا ايه متحدده ان شاء الله،
وعارفينها كويس، وبعد نهايه الموسم هنعلن عنها ان شاء الله. كابتن اسماعيل انا هسال حضرتك على لاعب واحد فقط، لانه يعني ناس كثيره جدا بتسالني عليه الحقيقه، وكان مهم من استغل وجود حضرتك معايا النهارده، شيكابالا ومدى استجابه نادي الزمالك او عودته لنادي الزمالك الفتره اللي جايه. هو شيكابالا في يعني لازم في يخلص مواضيعه مع سبورتنج لشبونه، يعني هو طبعا كان قاعد مع مستشار مرتضى من فتره ورحب بوجوده داخل النادي، بشرط ان يخلص موضوع سبورتنج لشبونه، والامور لسه ما اتضحتش حتى هذه اللحظه. انما هو شيكابالا هيخلص الموضوع في سبورتنج لشبونه، لان لازم في اجراءات معينه لازم تحصل مع النادي هناك. مش كمان من اللعيبه الكبار المميزين فنيا يا كابتن، فنيا فيرينا ما اعترضش انه ما عندناش مشكله يكون موجود طبعا. بشكرك يا كابتن اسماعيل، وكل تمنياتنا بالتوفيق الفتره اللي جايه ان شاء الله لحضرتك ولنادي الزمالك، وبنشيد دايما بدور حضرتك يا كابتن اسماعيل. ربنا يخليك. لكن بشكرك يا كابتن اسماعيل.